حقق فريق شباب الأردن فوزا هاما على الصريح بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الأردن لكرة القدم. هذا الفوز جعل الصراع على خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة مزدحما، حيث رفع شباب الأردن الرصيد إلى 6 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة برفقة الجزيرة والوحدات والحسين إربد، فيما يتذيل الصريح ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط. قرر نادي الفيصل الاستغناء عن المحترفين الأجانب في صفوف فريقه لكرة القدم لعدم تقديم الإضافة الفنية للفريق خلال مرحلة الذهاب من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم. وأشار النادي إلى أن المدير الفني لفريق الكرة الصربي برانكو والمدرب العام عدنان عوض أبلغا الإدارة بعدم الرضا عن أداء المحترفين النيجيريين ويليامز وأغاني والمحترف اللبناني محمد غدار، الأمر الذي أدى إلى البدء بإجراءات فسخ العقود بالتراضي. هذا وأعلن أمين صندوق النادي سامر الحراني أن برانكو سبق وأن طلب إبعاد ويليامز لعدم القناعة بمردوده الفني قبل أن يعود أخيرا، ويطلب الاستغناء عن أغاني ومحمد غدار والبدء بالبحث عن محترفين جدد للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، لافتا إلى أن تفاوض نادي الفيصلي مع أكثر من لاعب لعل أبرزهم الليبي أحمد أزوي. الرحمن من اللمسة الأولى. حقق الأرثوذكسي فوزا كبيرا على الحرية ب 78 نقطة مقابل 29 في اللقاء الذي جمعهما في صالة الأمير حمزة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للدوري الممتاز الأردني لكرة السلة. الأرثوذكسي لم يترك الفرصة للاعبي الحرية بالاستراحة وتنظيم الدفاعات أمام سيل الهجمات. الأرثوذكسي كان في معظم الأحيان الأفضل تحت السلة بوجود العواملة وأبو وزنة والصوالحي، عدا عن الاختراقات السريعة التي هيأت للفريق هذا الفوز وبفارق كبير. عبد الله، توج كريستيانو رونالدو بجائزة سكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 خلال حفل أقيم في إمارة دبي. المزيد عن هذه الجائزة في التقرير التالي. مع نهاية عام 2016 أبت مدينة دبي إلا وأن تعطي فرحة جديدة لنجم المنتخب البرتغالي وفريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو حين توج بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 خلال الحفل الذي أقيم في إمارة دبي. وحصل رونالدو على الجائزة في نسخة عام 2016 متفوقا على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي غريزمان والإنجليزي فاردي والأرجنتيني هيغوين، وحاز ريال مدريد على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2016. ونال البرتغالي فرناندو سانتوس جائزة أفضل مدرب لذات العام بعد قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس أمم أوروبا. وحصل الكاميروني سامويل إيتو على جائزة أفضل مسيرة للاعب كرة قدم، وكان رايولا أفضل وكيل أعمال للاعبين، فيما توج فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس، وفاز نادي الهلال بجائزة أفضل ناد خليجي. وشهدت النسخة الحالية من المؤتمر مشاركة واسعة، حيث حضر دييغو مارادونا والمدرب القدير فابيو كابيلو والحكم الإيطالي كولينا والنجم المصري محمد صلاح الذي حاز على جائزة أفضل لاعب عربي، وخافير زانيتي والنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن الذي توج بجائزة أفضل لاعب خليجي. عام 2016 سيبقى خالدا في ذاكرة النجم البرتغالي رونالدو الذي سيطر على الجوائز الفردية والجماعية، ويؤكد الدون بنفسه أن هذا العام الأفضل في مسيرته. حقق فريق غنك الفوز على مضيفه غانيتا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري البلجيكي لكرة القدم. أبرز ما جاء في هذه المواجهة في التقرير التالي. فريق جينيك نجح بالتفوق على ضيفه جينيت بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري البلجيكي لكرة القدم. أليخاندرو بوزولو افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 19 بعد هجمة تكتيكية مميزة، قبل أن يعزز نيكولاس من تفوق فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.
هذا الفوز رفع رصيد جينيك إلى 28 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد جينيت عند 32 نقطة في المركز السابع. حقق فريق بوستن فوزا هاما على مضيف منفس، فيما تفوق شيكاغو على انديانا ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. تفوق فريق بوستن سلتكس على ضيفه ممفيس ب 113 نقطة مقابل 103 نقاط ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. الربع الأول انتهى بتفوق بوستن ب 28 نقطة مقابل 24، واستمر تألق أصحاب الأرض في الربع الثاني ب 28 نقطة مقابل 24 قبل أن ينجح ممفيس في التقدم للمرة الوحيدة خلال الربع الثالث ب 29 نقطة مقابل 28، في حين عادت السيطرة لبوستن في الربع الأخير وتفوق ب 29 نقطة مقابل 26. وفي لقاء آخر تفوق شيكاغو بولز على ضيفه إنديانا بيسرز ب 90 نقطة مقابل 85. رفاق دوين ويد تفوقوا بالربع الأول ب 28 نقطة مقابل 19 نقطة، وحافظ أصحاب الأرض على تفوقهم في الربع الثاني ب 23 نقطة مقابل 22، ليعود إنديانا لأجواء اللقاء والتفوق في الربع الثالث ب 20 نقطة مقابل 12 نقطة، قبل أن يعود شيكاغو لحسم اللقاء في الربع الأخير ب 27 نقطة مقابل 24.